السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقاء متابعي قناة رحلة تيفي. منذ أيام الأيام الأخيرة تحدثني نفسي بالحديث استغرابا عمن بلغوا عقودا في أعمارهم، ومن تجاوزوا 40 أو 50 عاما، ومنهم من تجاوز 60، وكيف للأسف لا يزالون، يعني من الفنانين من المغنين والممثلين ممن تجاوزوا هذه السنوات العديدة وهذه الأعمار المديدة، وهم مستمرون في مجونهم، مستمرون في إعلانهم للمعاصي والموبقات، حتى منهم من أعلنت مؤخرا أن من لا يقبل مشاهد القبل والعناق والضم، من لا تقبل هذه الأعمال المخلة بالحياء والمذهبة لحياء الإنسان، فيجب عليه أن يغادر مجال التمثيل. هذه ممثلة كانت قالت هذا الكلام لعله أمس أو أول أمس. قلت منذ أيام ونفس تحدثني للحديث عن هذا الأمر. جاء أيضا تصريح هذه المصرية التي قالت من لا تقبل أو من لا يقبل المشاهد الماجنة في التمثيل فيجب عليه أن لا يشتغل في هذا المجال. اليوم أتفاجأ بأن إحدى الفنانات والتي بدل أن تعلن توبتها والتي ننتظر إعلانها توبتها تعلن أنها تحتفل بذكرى ميلادها 64 وتلبس وتظهر بلباس عار، وهي التي صارت في سن الجدات، بل تجاوزت حتى سن أصغر الجدات 64 عاما ولا زالت تحب أن تظهر كأنها من الفتيات ذوات 20 عاما وذوات 30 عاما، تجتهد كل اجتهادها حتى تبقى تظهر كأنها لا زالت فتاة صغيرة، ولعل ذلك يظهر ويفضح أن عقلها لا زال عقل صغيرات ولا زال عقل مراهقة. هذه أو غيرها للأسف أخرى كنت شاهدت وأنا أتابع الأخبار، قد تظهر بين الفينة والأخرى يعني إشهار ظهرت في تلفزتنا لأنها ستظهر في أحد البرامج، وهي أيضا ممن لهن عقود من العمر لعلها تجاوزت 50 أو وصلت 60، وتظهر بمظاهر فجة وبمظاهر صغير يعني كما نقول بدارجتنا المغربية مبرهشة. لماذا هؤلاء لم يعوا بعد ما وصلوا له وما ينبغي أن يدركوا أنفسهم لأجل ألا يختم الله عليهم بما يكون خاتمة سيئة الذكر؟ كيف بلغوا هذه الأعمار الطويلة وبلغوا هذه السنين ومع ذلك لا تحدثهم أنفسهم بأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن المجون وأن يقلعوا عن شهرة زائفة وأن يقلعوا عن هذه الأضواء الباهتة التي لا تفيدهم إلا في ما قد يحققونه من كما قلنا شهرة زائفة أو من أموال يحصدونها، وأن قد صاروا أغنياء عن تلك الأموال وللأسف مع ذلك لا زالوا يتشبثون بأن يكونوا قدوات في المجون وقدوات في الفجور، وأن يفتخروا ويفتخرن بأن يذكرهم الناس بمجونهن، وأن يذكرهم الناس بفسقهن وبإعلانهن للمعاصي والذنوب. أما أنا لهؤلاء أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، ماذا بقي لك وأنت لم يبق لك بينك وبين القبر إلا القليل؟ ظهر الشيب في رأسك وهو منذر بقرب موتك وبقرب لقائك لقبرك ودخولك لجوف التراب، وماذا بقي لك حتى تتوبي وحتى تسترعوي وتعرفي أن الأمر قد تجاوزك يعني عمرك تجاوز فترة الشباب وفترة حتى هؤلاء مشي فترة الشباب وقوة الشهوة والدافع إلى تلك الشهوة تتجاوز هذه الأعمار، وللأسف مع ذلك نسأل الله عز وجل السلامة
نسأل الله عز وجل لا يطبع على قلوبنا وأن لا يطبع على بصائرنا، لأن هؤلاء تخشى أن يكون قد طبع الله على قلوبهم فلا يرون خيرا ولا يرون ولا يفرقون بين هدى وبين ضلالة. وكذلك حال الظالمين، ويضل الله من يشاء ويبقى الظالمون على ضلالهم، وعلى مع قربهم من أن يعني مع قوة الدافع إلى أن يستوعبوا وإلى أن يتراجعوا وإلى أن يعرفوا الخطر الذي هم فيه، ومع ذلك يستمرون في ضلالهم ويستمرون في خطأهم وفي زللهم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء وشر العاقبة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يوفقنا لطاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اهدي من رأيته من عبادك يريد الهدى، واللهم أبعد عنا شر الأشرار ومجون الفجار وممن يستبيحون ذلك وممن يشجعون المسلمين ويريدون من المسلمين أن يضلوهم ضلالا بعيدا، والذين يريدون من المسلمين أن يتبعوهم على مجونهم وعلى فجورهم ولا يرتاحون إلا وهم يرون الرعاع الهمج يتبعونهم ويصفقون لهم ويشجعوهم. لعل فيما ذكرت الإشارة، وإن كنت أكثرت عليكم، لعل في ذلك لما ذكرت كفاية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.